أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المبارك مع سلسلة آيات للموقنين. نتأمل آيات الله في الكون وفي الأرض وفي البحار والجبال وفي كل ما سخره الله لنا، ونتأمل هذه الآيات في الأنفس أيضا. اليوم أحببت أن أصحبكم في رحلة إلى عالم الأجنة، هذا العالم العجيب والجميل جدا. أيها الإنسان، أنت ذات يوم كنت مخلوقا ضعيفا لا يكاد يساوي شيئا، كان الله يرزقك في رحم أمك، وكان يهيئ لك كل أسباب الرزق، وكان يهيئ لك كل الظروف المناسبة لحياتك ونموك وراحتك، ألا تشكر الله تبارك وتعالى؟ أيها الأحبة، هناك ليلة يتم فيها تصوير الجنين بشكل يأخذ صورته البشرية، وهي الليلة 42. لذلك أيها الأحبة، دعوني الآن أستعرض معكم مراحل خلق الجنين ومتى يتم تصوير هذه المراحل. أولا، مرحلة النطفة التي يكون فيها الإنسان نطفة، ثم تندمج مع البويضة لتشكلان خلية ملقحة تسمى النطفة الأمشاج، ثم تتحول هذه النطفة الأمشاج إلى علقة تتعلق بجدار الرحم لتتغذى من دم الأم، ثم تصبح هذه العلقة مضغة. انظروا معي أيها الأحبة إلى هذه الكتلة، هذا هو الجنين، وهذه هي النطفة الأمشاج المخصبة التي تبحث عن مكان مناسب لتختفي وتندمج في هذا الرحم، رحم الأم، ثم سبحان الله تتغذى على دم الأم، ويبدأ هذا الجنين بالتشكل بصورة رائعة جدا، ويبقى مربوطا عبر الحبل السري، ويأخذ صورته البشرية بعد 6 أسابيع. تتشكل الأعين وفتحات الأذن، ويأخذ شكله البشري عندما يصبح عمره 42 يوما. الحقيقة أيها الأحبة، ما رأيناه قبل قليل هو مرحلة دقيقة جدا جدا جدا، درسها العلماء جيدا حتى وصلوا إلى هذا السر، أنه قبل 6 أسابيع أي 42 يوما لا تظهر على الجنين أي ملامح بشرية، وبمجرد أنه أتم الليلة 42 وما بعدها تبدأ ملامح وتصوير هذا الجنين بالظهور، ونميزه كإنسان. آيات للموقنين. إذن أصبح لدينا حقيقة علمية تقول إن الجنين يتم تصويره في بطن أمه بعد 42 ليلة. النبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة. انظروا إلى دقة حبيبنا عليه الصلاة والسلام في تحديد الأرقام.
إذا مر بالنطفة أشار إلى أنك أيها الإنسان أصلك نطفة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها، يعني أعطاه شكله البشري، وخلق سمعها وبصرها. سبحان الله، يعني دقة مذهلة في وصف النبي، وكأنه ينظر إلى هذا الجنين بالأجهزة الحديثة، أجهزة التصوير الحديثة، كأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام اطلع على هذه العلوم. طبعا الذي أطلعه هو الله، وهو الذي أنبأه، الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الجنين الذي بلغ عمره أكثر من 6 أسابيع تبدأ أيضا ما تسمى بالموجات الكهرطيسية، تبدأ بالعمل من دماغه. كل واحد منا أيها الأحبة دماغه يطلق موجات كهرطيسية. هذه الموجات اعتبرها العلماء دليلا على نفخ الروح، لا تتوقف إلا بعد الموت بدقائق. إذن الحقيقة العلمية أيها الأحبة أن كل إنسان منذ الليلة 42، يعني بعد 6 أسابيع من عمره وهو في بطن أمه، يبدأ دماغه بإطلاق هذه الموجات الكهرطيسية التي تبقى مستمرة حتى يموت. أثناء الموت تختفي هذه الموجات، ولكن بعد أن يموت بتقريبا 10 دقائق، لأنه يعني هناك قبض للروح. نحن هنا أمام الحديث في بعض الروايات أن الروح تنفخ أيضا بعد الليلة 42، إشارة إلى نفخ الروح، ولا يجوز إجهاض الجنين بعدها. يعني تأملوا أيها الأحبة دقة النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد أولا الليلة 42، في تحديد موعد تصوير هذا الجنين، في تحديد موعد بداية خلق العينين، خلق سمعها وبصرها والأذنين، أيضا في تحديد موعد نفخ الروح. سبحان الله، يعني أنا أود أن أتساءل من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقائق العلمية، ألا تكفي دليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى؟ أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، وأن يجعل هذه الحقائق وسيلة لأولئك البعيدين عن الله، عسى أن يعودوا إلى طريق الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.